السلام عليكم تلاميذ ثانية بكالوريا علوم حياة والأرض. قالوا اليوم عندنا درس جديد، درس الحساب التكاملي. أول شيء فيه غنشوفوا التعريف ديال التكامل، ما معنى التكامل دالة. ثاني شيء غنشوفوا بعض الخواص ديال التكامل. ثالث حاجة غنشوفوا كيفاش نبداو نحسبوا بعض التكاملات باستعمال تقنيات أخرى من غير الدالة الأصلية اللي كتسمى تقنية المكاملة بالأجزاء. قالوا أول شيء أولاً كبيرة، تكامل دالة متصلة على مجالين أب بي، هذا التعريف. لتكن F دالة متصلة على أب بي، و F كبيرة دالة أصلية ل F على أب بي. العدد F دو بي ناقص F دو أب يسمى تكامل الدالة F من أ إلى B، ونرمز له بالرمز حتى تكامل من أ إلى B دي F دو إكس دي دو إكس، ونكتب تكامل من أ إلى B دي F دو إكس دي دو إكس يساوي بين المعقوفتين، كندير الدالة الأصلية ديال F من A إلى B، وهنا تنعوض X بB ناقص وتنعوض X بA، دونك كتولي عندي F دو B ناقص F دو A. هذا هو التعريف ديال التكامل. غنشوفو مثال. لنحسب مثلا تكامل من صفر واحد هي ثلاثة دي تي اكس. هنا تنشوفوا عندي هنايا اون كونستون دالة ثابتة. الو شنو هي الدالة الأصلية ديال الدالة الثابتة؟ نعرفو كا إذا كانت عندي كا هنايا اف دالة أصلية كا، فالدالة الأصلية ديالها هي كا و اكس، دونك هادي تساوي ثلاثة اكس من صفر واحد. هنا تنعوض، دونك كتولي هنا هي ثلاثة واحد ناقص ثلاثة صفر اللي هي ثلاثة بكل بساطة. مثال ثاني، تكامل عاوتاني ناخدو من صفر لواحد مثلا للإكس زائد واحد دي إكس. ألو هنايا عاود هنا خصني نشوف الدالة الأصلية، الدالة اللي عندي لداخل ديال التكامل. ألو الدالة الأصلية ديال إكس شناهي؟ إكس الدالة الأصلية ديالها هي إكس أس إثنان على إثنان، والدالة الأصلية ديال واحد هي إكس كما قلنا هنا ثابت، الدالة الأصلية ديالو كا هو إكس، هنا واحد إكس، دونك كتكون عندنا هاد الشكل هذا إكس أس إثنان على إثنان زائد x من صفر واحد، وتنعوض هنا غنعوض بواحد هو الاول، غتعطينا واحد اس اثنان على اثنان زائد واحد ناقص، ونعوض بصفر دونك كتعطيني صفر، هنا صفر اس اثنان على اثنان زائد صفر هي صفر، وتساوي واحد على اثنان زائد واحد اللي كتساوي ثلاثة على اثنان. نشوفو صغير، حسبو بعض التكاملات. تكامل من صفر لواحد إكس إكسبونسيال ديال إكس أس إثنان ديال دو إكس، تكامل
راح الواحد على جار اثنان اكس زائد واحد تجد اكس و تساوي التكامل من صفر واحد ديال اكس على اكس زائد اثنان زائد واحد تجد اكس. نهاية التطبيق هذا خذوا فرصة حاولوا تحبسوا فيديو وحاولوا تخدموا هذا التطبيق راسكم ومن بعد شوفوا الحل. الله أول تكامل ك تساوي تكامل من صفر في بي ديال سينوس دي إكس دي دي إكس. هنايا شنو هي الدالة الأصلية ديال سينوس دي إكس؟ الدالة الأصلية أنا ندير واحد التذكير على عقلي اللي ديما عندي هنايا كوسينوس عندي هنا سينوس عندي هنايا ناقص كوسينوس هنايا ناقص سينوس. الله هذا المنحى هذا هو المنحى ديال الدالة الأصلية وهذا المنحى هذا هو المنحى ديال الانشقاق. مثلا الدالة الأصلية ديال الكوسينوس راه هي سينوس، الدالة الأصلية ديال السينوس راه هي ناقص الكوسينوس، الدالة الأصلية ديال ناقص الكوسينوس هي ناقص السينوس، الدالة الأصلية ديال ناقص السينوس هي كوسينوس. والعكس إذا بغينا الانشقاق كنمشيو بحال هكا، راه الكوسينوس الدالة المشتقة ديالها هي ناقص السينوس وأنا غادي في هذا الاتجاه إلا بغيت الانشقاق. هنا بغينا الدالة الأصلية، دونك الدالة الأصلية ديال السينوس شنا هي؟ هي ناقص كوسينوس دو إكس منين؟ من صفر حتى لبي. الو هنايا غتكون هي ناقص كوسينوس بي ناقص مع ناقص غتولي زائد كوسينوس ديال صفر تتساوي. الو كوسينوس ديال بي يساوي ماذا؟ هي ناقص واحد مع ناقص تتولي واحد، كوسينوس ديال صفر هي واحد زائد واحد يساوي اثنان. هكذا كنكونو صايبنا التكامل الأول. بالنسبة لـ L تساوي تكامل من E E أس اثنان ديال واحد على T ديال T. هنايا بغيت نشرح واحد المسألة، ممكن مثلا إذا كانت عندي F لانتيغرال، عندنا لانتيغرال مثلا من A لـ B ديال F دو X دي دو X راه هو نيت لانتيغرال من A لـ B ديال F دو T دي دو T. إلا غيرت المتغير هنايا سميتو شي حاجة أخرى في كل شيء فما كاين حتى شي مشكل. مثلا تساوي لانتيغرال من زر من أ لبي ديال إف دو إس دي دو إس أخي دونك ماشي مشكل إلا غيرنا المتغير سمية أخرى. هنايا شنو هي الدالة الأصلية ديال واحد على تي؟ الدالة الأصلية ديال واحد على تي معروفة هي إن إن دو تي دونك من E E أس اثنان كتساوي. ألا تساوي ln دو E أس اثنان ناقص ln دو E كتساوي ln دو E أس اثنان هي اثنان ناقص ln دو E هي واحد تساوي نهاية واحد. ألا N تكامل من صفر واحد ديال اكسبونسيال دو اكس زائد اثنان عامل اكسبونسيال دو اكس زائد اثنان اكس أس ثلاثة دو دو اكس. ألو هنا شنو تلاحظو؟ إلا درنا إلا اعتبرنا هادي هادي اللي هنايا ما بداخل أقواس هنايا أو اكسبونسيال دو اكس زائد اثنان اكس إلا اعتبرناها أو دونك هادي شنو غتولي هي U أس ثلاثة. ألوغ إلا بغيت نعرف الدالة الأصلية ديالها شنو خصو يكون عندي؟ خصو يكون عندي قبلنا U بريم نشوف واش هادي هي U بريم. ألوغ إلا درنا إكسبونسيال دو إكس زائد إثنان إكس بريم فكتعطينا إكسبونسيال دو إكس زائد إثنان، دونك بالفعل هادي هي U بريم. دونك عندي U بريم U أس ثلاثة. ألوغ الدالة الأصلية ديال
U برايم U أس N هي واحد على N زائد واحد U أس N زائد واحد. ألوغ الله يرضي عليكم ضروري نراجعو الدوال الأصلية، القواعد ديال الدوال الأصلية داك الطابلو خصو يكون عندي في الراس، خصو يكون محفوظ. ألوغ تساوي، إذا غتكون كتساوي لنا هي إكسبونسيال دو إكس زائد 2 إكس أس 3 زائد 1 على 3 زائد 1 تساوي هي إكسبونسيال دو إكس زائد 2 إكس أس 4 على 4 صفر 1. دونك نعوضو بواحد إكسبونسيال تنقص أنا أو أس واحد زائد 2 على 4 ناقص نعوضو باش صفر إكسبونسيال ديال صفر زائد صفر على 4. تساوي M donc E زائد 2 على 4 زائد 1 على 4 صافي نخليوها بحال هكا. أو التكامل S تكامل S من صفر لواحد لواحد على جار 2 إكس زائد 1 دي 2 إكس. ألوغ هنا عندي واحد على جذر إي نعتبرو هادي اللي الظاهر هي إي ياك واحد على جذر إي. ألوغ شنو خصو يكون عندنا باش نعرفو الدالة الأصلية ديالها؟ خصو يكون عندي أو بريم على جذر إي. ألوغ هنايا كيما قلنا معتبرنا هادي هي أو. ألوغ شنو هو الشقاق ديال 2 إكس زائد 1؟ الشقاق ديال 2 إكس زائد 1 هو 2 تساوي انتغرال صفر واحد. دونك غنضربو هنا في 2 ونقسمو على 2 2 اكس زائد 1 2 اكس تساوي تكامل صفر واحد واحد على 2 هنايا هادي راهي 2 اكس زائد 1 بريم على جر 2 اكس زائد 1 دو اكس. اذا هنايا عندي او بريم على 2 جر او فالداله الاصليه ديالها ترجعنا للجدول ديال الداله الاصليه القى هو جر او دونك هي الداله الاصليه ديالها هي جر 2 إكس زائد 1 من صفر حتى لواحد كتساوي دونك هي جذر 2 1 زائد 1 ناقص جذر 2 صفر زائد 1 كتساوي دونك هي جذر 3 2 1 2 زائد 1 3 ناقص جذر 1 اللي هي 1. آخر عملية سباق ألو سميناها أ يساوي التكامل من صفر لواحد ديال إكس على إكس أس 2 زائد 1 بدل إكس. ألو عندنا نعتبرو إلا اعتبرنا هذه اللي تحت هي أو إكس أس 2 زائد 1 هي أو. ألو عندي هنا إكس على شنو هي الداله الاصل الداله المشتقه ديال اكس اس 2 زائد 1؟ الداله المشتقه ديال اكس اس 2 زائد 1 ما هي الا 2 اكس. دونك خاصنا تكون عندي هنايا الداله المشتقه على الداله هذيك ديك الساعه كنعرف فيها الداله الاصليه ديالها. شنو هي الداله الاصليه ديال او بريم على بي؟ الداله الاصليه ديالها هي ال ان قيمه المطلقه ديال بي. دونك هنايا عندنا التكامل من صفر لواحد هنا
الشقاق ديال اكس اس 2 زائد 1 هو 2 اكس، دونك غتكون عندنا هنايا 2 اكس نضربو في 2 ونقسمو هنايا على 2، دونك اكس اس 2 زائد 1 ضرب اكس تتساوي تكامل من 0 ل 1 1 على 2 نكتبوها بحال هكذا، اكس اس 2 زائد 1 بريم على اكس اس 2 زائد 1 ضرب اكس، دونك هادي كتساوي 1 على 2 ln قيمة مطلقة ديال اكس اس 2 زائد 1 من 0 ل 1. هنا نعوضو بطبيعة الحال، هنا عندنا اكس اس 2 زائد 1 دائما مجاورة، ممكن إذا القيمة المطلقة ديالها راه هي نفسها اكس اس 2 زائد 1 راه مجاورة، مهما يكون اكس ينتمي إلى R. إذا عوضو بقى كتلقى هنا 1 على 2 ln اكس اس 1 اس 2 زائد 1 ناقص 1 على 2 ln ديال 0 اس 2 زائد 1 تساوي هنايا هي 1 على 2 ln ديال 2 ناقص هنايا 0 نسخه لنا 1 ln ديال 1 هي 0 1 على 2 صفر دونك هي صفر ممكن تساوي 1 على 2 ln ديال 2 هكذا كنسكنو سالينا الصغيرة. ثانية كبيرة علاقة شارل وحطانية التكامل، لتكن f والجدلتين معلقتين ومتصلتين على مجالين E و A و B و C عناصر من E وكعددا حقيقيا. أول حاجة علاقة شارل، أو التكامل من A إلى B ديال f دو x ديال x كيساوي تكامل من A إلى C f دو x ديال x زائد التكامل من C ل B f دو x ديال x. هنايا كما بحال علاقة شارل كنا دخلنا C دونك C هنايا و C. هنا نشوفو في المثال فاش كينفعنا، فاش كتنفعنا علاقة شارل. أو الخطانية إلا كانت عندي التكامل من A إلى B ديال f زائد G دو x ديال x فإنها تتساوي بإمكان نقسم عليهم تكامل، التكامل من أ لب ديال إف دو إكس دو إكس زائد التكامل من أ لب ديال جو دو إكس بي دو إكس. إذا كان عندي عدد مضروب في دالة، تكامل ديال عدد مضروب في دالة، فعندي الحق نخرج هذاك العدد لأن مكانش عنده علاقة بإكس، عدد تنخرجو برا تنحسب هو كا تكامل من أ لب ديال إف دو إكس دو إكس. ألوغ نشوفو أمثلة. لنحسب تكامل اي من 1 ل 3 القيمة المطلقة ديال اكس زائد 2، راه هنايا ما يمكنش نجيب ونقول شنو هي الدالة الأصلية ديال القيمة المطلقة ديال اكس زائد 2، خاصنا ما تكونش عندي القيمة المطلقة. إذا باش نعرف باش نحيد القيمة المطلقة خاصني نعرف وقتاش كتكون عند اكس زائد 2 موجبة وقتاش كتكون سالبة. باش نعرف اكس زائد 2 فين كتكون موجبة وفين كتكون سالبة بطبيعة الحال ف كنستعملو جدول الإشارة. ألوغ لدينا هاد الجدول هكذا صافي، كنعادل أعتذر هنا كاين ناقص 2 ناقص 2 ممكن كنعادل 2. ألوغ ناخذ هنا المجال اللي عندي هنا 1 3 1 3 ممكن من هنا كتكون اشاره ا هنا عكس اشاره ا. اذا في المجال 2 3 كتكون اكس زائد ناقص 2 كتكون موجبه، في المجال 1 2 كتكون سالبه. اذا تكامل من 2 من 1 3 ديال القيمة المطلقة ديال x ناقص 2 تدو x كتساوي يا تكامل من 1 ل 2 ديال x زائد x ناقص 2 تدو x زائد تكامل من 2 هنا يدرس 2 هنا من 2 3 القيمة المطلقة ديال x زائد 2
ستيدي. دونك هنايا فهاد كما قلنا في المجال واحد اثنان كيفاش دايره؟ اكس زائد اكس ناقص اثنان سالبه. اذا القيمه المطلقه ديالها غتكون كتساوي ناقص هادشي اللي عندي طاق ناقص اكس ناقص اثنان، ناقص اكس زائد اثنان تدل اكس زائد. هنا عندي في المجال اثنان ثلاثه عندي داله اكس زائد اثنان راها مجاوره، اذا غتكون عندي تكامل اثنان ثلاثه غتبقى لنا هي اكس زائد اثنان. القيمه ديال القيمه المطلقه ديالها هي نفسها صافي. دونك تتولي عندي هادي حدوديه، الحدوديه دائما تنعرف نصايب ليها الداله الاصليه راه تساوي تكامل ولا تساوي الداله الاصليه. دونك عندنا الداله الاصليه ديال ناقص اكس هي ناقص اكس اس اثنان على اثنان. الداله الاصليه ديال اثنان هي اثنان اكس هادي من واحد لاثنان زائد ت بين معقوفتين الداله الاصليه ديال اكس زائد اثنان هي اكس اس اثنان على اعتبرنا اكس اس اثنان على اثنان ناقص اثنان اكس من واحد من اثنان ثلاثة تساوي هنا قليلا نعوض. دونك كتبقى لنا ناقص اثنان اس اثنان هي اربعة على اثنان زائد اثنان في اثنان هي اربعة ناقص نعوض هنايا بواحد. دونك كتبقى لنا ناقص واحد على اثنان زائد اثنان زائد نعوض هنايا ثلاثة وكتبقى لنا تسعود على اثنان ناقص اثنان ثلاثة هي ستة ناقص نعوض باثنان عطينا أربعة على اثنان ناقص اثنان في اثنان ناقص أربعة صافي. خلنا هادي مسألة ديال الحساب وصافي ونبسطو هادشي هذا. ممكن تساوي هنا ناقص اثنان هادي ناقص اثنان زائد أربعة هي ستة ناقص واحد على اثنان زائد اثنان ممكن ناقص ممكن نضربو هنايا أربعة ناقص ثلاثة دونك ثلاثة على اثنان زائد هنايا تسعود على اثنان 12 ناقص 12 زائد تسعود هي ناقص ثلاثة زائد ناقص ثلاثة على اثنان ناقص أربعة على اثنان اثنان ناقص أربعة هي ناقص اثنان ممكن معها ناقص تولي زائد اثنان طيب. ممكن تساوي هنايا ستة زائد اثنان هي ثمانية ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة على اثنان ناقص ثلاثة على اثنان هي ناقص ثلاثة مع ناقص هي ناقص ثلاثة ممكن هي خمسة طيب. دونك هنا مسألة ديال الحساب وصافي. إذا نشوفوا التكامل الثاني جي جي كيساوي تكامل بي على ثلاثة اثنان بي على ثلاثة قيمة مطلقة ديال كوسينوس دو إكس دي دو إكس. كما قلنا هنا عندي قيمة مطلقة دونك مكانش نيشان ديال الدالة الأصلية دونك خصني نحيد القيمة المطلقة باش نحيدها خصني نشوف فين كيكون الكوسينوس موجب وفين كيكون سالب في هذا المجال. أرى عندنا نشوفوا في الدائرة المثلثية عندنا بي على ثلاثة هذه هي اثنان بي على ثلاثة أو بالنسبة للكوسينوس كوسينوس عندي بي على اثنان الو كوسينوس من بي على ثلاثة بي على اثنان كيفاش داير؟ البلاصة هادي إلا شفنا الكوسينوس ديالهم كلهم موجبين دونك الكوسينوس موجب من بي على ثلاثة بي على اثنان هنايا هنايا من بي على اثنان لاثنان بي على ثلاثة الكوسينوس راه
سالب ممكن نلخصوا هذا الشيء واحد جذور الحركة فيها ثلاثة فيها اثنان ممكن كوسينوس يكون هنا شنو قلنا هنا يكون موجب وهنا يكون سالب. إذا تكامل من بي على ثلاثة اثنان بي على ثلاثة كوسينوس دو إكس دو إكس كتساوي هي التكامل من بي على ثلاثة بي على اثنان كوسينوس دو إكس دو إكس زائد التكامل من بي على اثنان تنطبع على قص شاد هنايا اثنان بي على ثلاثة يلا كوسينوس دو إكس دو إكس ممكن تساوي شحال جي جي تساوي تكامل من بي على ثلاثة إلى بي على اثنان دونك كوسينوس شنو قلنا عليه تما كيكون موجب دونك كتكون هي كوسينوس دو إكس ديال القيمة المطلقة ديالو غتكون هي نفسها زائد تكامل من بي على اثنان اثنان بي على اثنان على ثلاثة ديال كوسينوس دو إكس كوسينوس قلنا سالب يعني غتكون هنايا ناقص كوسينوس دو إكس ديال دو إكس أو تفكير هنايا القيمة المطلقة ديال إكس راح تساوي إكس إلا كان إكس موجب كتساوي ناقص إكس إلا كان إكس سالب هادشي تنطبقو هنا ممكن تساوي النتيجة الأصلية ديال الكوسينوس كما قلنا هي سينوس دونك هنا غتعطينا سينوس من بي على ثلاثة بي على اثنان زائد الدالة الأصلية ديال ناقص كوسينوس هي ناقص سينوس دونك تكون هي ناقص سينوس بي على اثنان اثنان بي على ثلاثة تساوي هي سينوس ديال بي على اثنان ناقص سينوس ديال بي على ثلاثة زائد هنا نعوض ممكن تلقينا ناقص سينوس ديال اثنان بي على ثلاثة ناقص مع ناقص هي زائد سينوس ديال بي على اثنان تساوي سينوس ديال بي على اثنان هو واحد سينوس ديال بي على ثلاثة وجدنا ثلاثة على اثنان زائد سينوس ديال اثنان بي على ثلاثة هو جذر ثلاثة على اثنان ناقص جذر ثلاثة على اثنان سينوس ديال بي على اثنان هو واحد ممكن تساوي هنايا واحد زائد واحد اثنان ناقص جذر ثلاثة على اثنان ناقص جذر ثلاثة على اثنان ممكن تكون هي ناقص جذر ثلاثة أو لدينا كا دابا نحسبو كا هادي ألو لدينا تكامل من اثنان ال ناقص تكامل اثنان ال اثنان الواحد هي اكسبونسي دو اكس على اكسبونسي دو اكس تزيد واحد تي دو اكس فهادي كتساوي هي التكامل هنايا ناقص كتقلب هي هاد لي بون هذا ناقص كتقول ليا هاد لي بون دونك غتولي لنا هي من واحد حتى لاثنان ان ان ديال اثنان ديال اكسبونسيال دو اكس على اكسبونسيال دو اكس زائد واحد ديال دو اكس اذا كان شنو كتولي كا كتساوي هادي هي من صفر لواحد تكامل من صفر لواحد ديال اكسبونسيال دو اكس على اكسبونسيال دو اكس زائد واحد ديال دو اكس ناقص
تكامل ولا نديرو نعوضو عندي هاد الناقص هادي التكامل هو هذا نعوضو بهذه النتيجة اللي عندي هنايا دونك غيولي زائد تكامل من واحد حتى لاثنان ال ان ديال اثنان اكسبونسيال دو اكس على اكسبونسيال ديال اكس زائد واحد حتى دو اكس. الو هنايا كنلاحظو عندي واحد هنا وعندي واحد هنايا دونك ممكن نستخدم علاقات شارل دونك هي التكامل من صفر حتى لاثنان ال ان ديال اثنان الاكسبونسيال دو اكس على اكسبونسيال دو اكس زائد واحد دو اكس تساوي. الوغ عندي هنايا بغيت نحسب هاد التكامل كنشوف المقام ياك يعني. المقام هو اكسبونسيال دو اكس زائد واحد. شناهو المشتقة ديال هاد المقام؟ المشتقة ديال اكسبونسيال دو اكس زائد واحد راه هي اكسبونسيال دو اكس. دونك عندي هنايا بحال قلنا او بريم على او والدالة الأصلية ديال او بريم على او راه كنعرفوها شنو كتساوي دونك هي ln قيمة المطلقة ديال اكسبونسيال زائد دو اكس زائد واحد هادي كنعرفوها راه دائما مجرد نديرو اكسبونسيال دو اكس زائد واحد من صفر حتى لاثنان ln ديال اثنان. تساوي ان الحساب دونك هي ln ديال اكسبونسيال ديال اثنان ln ديال اثنان دونك هي ln ديال ربعة زائد واحد ناقص ln الاكسبونسيال ديال صفر زائد واحد كتساوي هنايا ln هنا غتكون هي ربعة دونك هي ln ديال خمسة ناقص ln ديال اثنان فيكون حسبنا التكامل. أو ثالثا كبيرة المكاملة بالأجزاء انتجراسيون بار بارت خاصية لتكون U و V دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال أب بي و U بريم و V بريم متصلتان على أب بي. أرى عندي هاد خاصية يعني التكامل من أب بي ديال Q دو إكس مضروبة في V بريم دو إكس دو إكس تساوي بين معقوفتين Q دو إكس مضروبة في V دو إكس من أ إلى B ناقص التكامل من أب بي U بريم دو إكس V دو إكس. أرى أول حاجة هاد مكملة بأجزاء عندها شروط، شنو هما الشروط ديالها وهما اللي مذكورين هنايا، خاص بي و في الدالتين هادو اللي عندي هنايا يكونوا قابلتين للاشتقاق على مجال أب بي و بي بريم و في بريم يكونوا متصلتين على المجال أب بي. أنا نشوفوا مثال، مثلا عندنا إي تكامل من صفر لبي ديال إكس سينوس ديال إكس، هنا كيبان لي ما كتبانش هي شي دالة أصلية من الدولة الاختياراتية اللي كنعرفوا، دونك هنا كيبقى لي نفكر غير في مكاملة بالأجزاء. دونك كيفاش ندير كيفاش ندير نعتبرو إكس و أو ونعتبرو سينوس دو إكس و في بريم صافي. ألوغ كتب أو دو إكس كتساوي إكس و في بريم دو إكس كتساوي سينوس دو إكس. هادشي شنو تيعطيني؟ شنا هي المشتقة؟ كنمشي نحسب المشتقة ديال أو U بريم دو إكس هي واحد و V بريم هي سينوس دو إكس. دونك شنا هي V؟ V دو إكس V دو إكس راه ماهي إلا الدالة الأصلية ديال V بريم. V هي الدالة الأصلية ديال V بريم. دونك شنا هي الدالة الأصلية ديال سينوس؟ الدالة الأصلية ديال سينوس كما قلنا كنمشي في هاد الإتجاه دونك هي ناقص كوسينوس دو إكس صافي تنمشي تنكسب. دونك عندي اي تتساوي من صفر ب بي اكس سينوس دو اكس دي دو اكس تتساوي دونك شنو قلنا تنديرو هنايا كنديرو اون مضروبة في في اون في في دونك هي اكس ناقص اكس فوق كوسينوس دو اكس من صفر ب بي. هنايا ما تيهمنيش هنايا هادي اصلا هي مسألة ديال الحساب هنايا غير غادي نحسب صافي ما نعرفش نحسب هادي الدالة الأصلية واش هذا هي سنعوض ونكسب دونك ناقص تكامل اشنو قلنا او بريم فوا في شنو هي او بريم هما هادو هما الجداد اللي لقيناهم عندها كدير ناقص او بريم فوا في دونك واحد كوسينوس ناقص كوسينوس دونك كتبقى لنا ناقص كوسينوس دو اكس دي دو اكس. الو هنايا ناقص ممكن نخرجها نجيبها لنا كما قلنا في الخطانية
إذا كان عندك عدد دالة راه ممكن تخرج داك العدد هنايا في الرادي التكامل، ممكن نحيدو هاد الناقص هادي وناقص مع ناقص تولي زائد، ممكن تساوي هنا نعوضو، ممكن تعطينا هي ناقص بي كوسينوس ديال بي ناقص مع ناقص أصلا زائد صفر، ممكن هي صفر هنايا زائد هنايا شنو الدالة الأصلية ديال الكوسينوس هي سينوس دو إكس من زيرو بي. دونك الكوسينوس ديال بي شنو هو؟ هو ناقص واحد مع ناقص هي زائد، دونك هنا دخلنا بي زائد، نعوض هنايا السينوس ديال بي شحال كيساوي السينوس ديال بي؟ هو صفر، والسينوس ديال صفر حتى هو صفر، دونك هادي كتبقى ليا صفر، دونك هادي كتبقى ليا هي بي. سينوس ديال بي هو صفر ناقص سينوس ديال صفر هو صفر حتى هو، دونك كيبقى لنا نتيجة هنا غير بي. ألوغ نشوفو التطبيق، واحسب تكاملين جي و كا، حاولو تخدموهم هادو ومن بعد شوفو التصحيح. ألوغ تكامل جي الحل تكامل جي كيساوي التكامل من واحد لو إكس على دو إكس دو إكس. هنا السؤال شكون اللي غادي ناخذ، شكون اللي غادي ناخذ او وشكون اللي غادي ناخذ في بريم؟ او الا خديت، الا خديت نصور انني خديت هادي، خديت هادي هي في بريم، دونك خصني ندير ليها الداله الاصليه، خصني ندير لها الداله الاصليه ديالها. او شنو هي الداله الاصليه ديال ال؟ ما تنعرفهاش، اذا هادي في الطريق مسدوده، دونك شنو غادي ندير؟ غناخذ هادي هي اللي غادي ناخذها او، وهادي ناخذها، هادي ناخذها في بريم، وهذه غناخذها او، باش هذه هي اللي ندير لها الشقه، باش الالم هي اللي ندير لها الشقه، صافي؟ دونك ناخذ هذه هي في بريم، وهذه هي او، دونك نكتبوها هنا، دونك او دو اكس كتساوي الان دو اكس، في بريم دو اكس كتساوي اكس، هذا الشقه هنايا، ألوغ شنو هو الشقاق ديال ln هو واحد على x، والشقاق والدالة الأصلية ديال x هي x كوسين 2 على كي 2. دونك تتولي عندي التكامل جي شنو تيساوي؟ كنا كنديرو u فوا v، دونك كتكون عندي هي ln دو x ولا هو x كوسين 2 على 2 مضروبة ln دو x ناقص من واحد لو ناقص التكامل هادو لي جداد عندي، دونك واحد على اكس مضروبة في اكس تساوي 2 على 2 دو اكس. أولا كنمرو في السبورة هادي من بعد، دونك جي تساوي هنا هنايا مسألة ديال غير غادي نسأل، دونك غتكون عندي نعاود نكتبها، نعاود نكتبها هنايا إكس تساوي 2 على 2 إلى دو إكس من واحد لو ناقص، دونك التكامل من واحد لو شفنا إكس مع إكس غتبقى لنا إكس على 2 تي دو إكس كتساوي هنا نعوضو بـ نلعبو ln ديال هي واحد، دونك كتبقى لنا او سي 2 على 2 ln ديال واحد راهي صفر، دونك ناقص صفر، دونك ناقص صفر مبقاش عندنا، دونك ناقص هنايا الدالة الأصلية ديال إكس شناهي؟ هي إكس كوسي 2 على 2، ما عندي ديجا واحد على 2 هنايا، دونك كتولي هي إكس كوسي 2 على 4 من واحد لـ كتساوي او كوس 2 على 2 ناقص، نعوضو هنايا عطينا او كوس 2 على 4 ناقص 1 على 4 كتساوي او كوس 2 على 2 ناقص او كوس 2 على 4 زائد 1 على 4 اللي هي او كوس 2 على 4 زائد واحد على ربعة، هنايا واحد في المرحة
اثنان يا اوس اثنان ناقص اوس اثنان يا اوس اثنان احط اربعة وهذه هي النتيجة. الو هنايا قلنا هاد ك تكامل من صفر بي كوسينوس دو اكس اكسبونسيال دو اكس. هاد التكامل هذا كيفاش نتعاملوا معاه هنايا؟ الو هنايا نعطيكم واحد الفكرة بعدا على واحد التقنية كتستخدم في المكاملة بالأجزاء واللي في أغلبية ديال التكاملات اللي كيجيونا كتكون خدامة كتخدم فهمتي كيخرجوا بها هاد التكامل. الو كتسمى الف هاد الف هادي كتعطيني فكرة على شكون هي الدالة اللي غنعتبرها او وشكون هي الدالة اللي غنعتبرها في. الو هاد الف هادي اش كتعني؟ هادي كتعني ارك تونجون ارك سينوس ارك كوسينوس صافي. وهادو هاد الدوال هادو ما عندناش هنايا في المقررة ديال العلوم الحياة والعلوم الجبرية. ارك تونجون كاين غير عند ناس ديال سيونس ما دونك هادي ما عندناش. دونك ال كتعني الان بي كتعني لي بولينوم او سي ليكسبونسيال اس هي اللي فيها السينوس ولا كوسينوس ولا طونجون صافي. دونك الى تلقى لي مثلا بحال المثال الاولاني كانت عندي اكس سينوس دو اكس اكس راه بولينوم صافي بولينوم و سينوس ها هو كاين هنا في هاد الاس هادي. دونك اش غناخد بي غناخد اكس هي الاولى هي اللي غندير ليها الاشتقاق صافي. هذيك الاولى اللي كتلقى معاها هنا هي اللي كتعتبر هذه صافي. عندك مثلا عندك بي مع اس من هنا دونك اللي تلاقيتي مع الاولى هي اللي غتكون الاولى اكس هي البولينوم. عندنا عاد تاخذ هذيك في بريم هي سينوس دو اكس. مثلا في المثال الثاني كان عندي اكس الين دو اكس. الو هنا شكون الاولاني هو الالين عاد تبعو البولينوم. شكون غندير لها الاشتقاق؟ اللي غندير لها الاشتقاق هي الالين صافي. هي اللي غنعتبرها بي الاولانيه من هاد الجهه والثانيه هي داك البولينوم صافي. كنجمع موراها هنا. دونك هنايا في ك من صفر في كوسينوس دو اكس اكسبونسيال دو اكس. دونك عندي هنايا تلقى لي الاكسبونسيال مع سينوس. دونك شكون هي اللي غناخد بي؟ لا ناخد بي غناخدها هي الاكسبونسيال حيت هي الاولى اللي جيتها من هاد الجهه صافي. دونك اكسبونسيال هي اللي غندير لها الاشتقاق والكوسينوس هي اللي غندير لها الدالة الأصلية. تكامل من صفر لبي ديال كوسينوس دو إكس إكسبونسيال دو إكس دي دو إكس. نحسبو هذا كيما قلنا كنعتمدو على التقنية هذي. قلنا لي جينا ليها من الأول هنا من هاد الجهة راه هي اللي كنعتبرها أو صافي. بحال مثلا هنا عندي كوسينوس مع إكسبونسيال. ليكسبونسيال عاد عندي هنايا اس اللي فيها الكوسينوس والسينوس. دونك هاد ليكسبونسيال هي اللي غندير ليها الاشتقاق وهذه هي غندير لها الدالة الأصلية. دونك غنكتب بحال هكدا دونك او دو اكس هي ليكسبونسيال دو اكس و في بريم دو اكس هي كوسينوس دو اكس. هادشي شتي عطينا ان او بريم الشقاق ديال ليكسبونسيال هو اكسبونسيال و في بريم دابا باسي ديال الكوسينوس راه هي سينوس. دونك كتكون عندي في تساوي سينوس دو اكس. دونك هذا التكامل ك اشنو تيساوي نيشان؟ دونك تيساوي او فوا في دونك يساوي لنا اكسبونسي ديال اكس و سينوس دو اكس. كيما قلت لكم هنايا ماشي مهم اللي جاني حيت انا غير مساله ديال الحساب بغيت نعوض باش نبدا نفكر غادي ندير لها الدالة الأصلية ولا شي حاجة. دونك نيشان أنت نعوض وصافي. دونك ناقص التكامل هاد الجداد اللي عندي هنايا دونك هي إكسبونسيال دو إكس و سينوس دو إكس من صفر لبي دو إكس سير. ألو عندي عاوتاني هنايا هادي لو بغيت نحسبها هادي سهلة هادي راه غير كاستيون ديال الكالكول. لا بغيت نحسب هادي عندي عاوتاني إكسبونسيال تلقى مع سينوس ياك. الو كيفاش غادي ندير نحسب هادي؟ عاوتاني غنستعمل المكاملة بالأجزاء. هاد المثال هادو المثالين اللي كنا خدمنا كانت مكاملة بالأجزاء مرة واحدة. كاع
كاينين بعض التكاملات اللي كيخصني نديرهم كامل الاجزاء جوج المرات، كاين اللي ممكن ندير حتى ثلاثه المرات على حساب. هنايا كيبان ليا غنعاود ندير مكامله في الاجزاء، ونقولوا لي المحسوب تكامل من صفر بي للاكسبونسيال دو اكس سينوس دو اكس بي دو اكس. نفس الشيء غنوضعو بي دو اكس كما قلنا هي اكسبونسيال دو اكس، حيت الاكسبونسيال تقالي مع سينوس، و في بريم دو اكس نحطها هي سينوس دو اكس. هاد الشيء الشائع هنا تعلمنا ان في بريم دو اكس كتساوي اكسبونسيال دو اكس، و في دو اكس هي ناقص كوسينوس دو اكس. الدالة الأصلية ديال السينوس، الدالة الأصلية ديال السينوس هي ناقص كوسينوس. سير إذا تكامل من صفر بي ديال إكسبونسيال ديال إكس و سينوس ديال إكس دي دو إكس يساوي تكامل يساوي هنايا بين المعقوفتين إو فوا في، دونك كتكون ناقص إكسبونسيال ديال إكس و كوسينوس ديال إكس من زيرو لبي ناقص تكامل ديال لي جداد عندي، دونك إكسبونسيال ديال إكس فوا مع ناقص، عندي ناقص ناقص هنايا مع هاد الناقص نخرجها غتولي هنا زائد و كوسينوس دو اكس دو دو اكس. دونك نرجع لكا، كا تساوي ماذا؟ لقينا هادي شنو كتساوي. دونك كا تساوي ماذا؟ كتساوي هي اكسبونسيال دو اكس سينوس دو اكس من صفر لبي ناقص هاد، عندي ناقص هاد الشيء هذا هنا، وهذه راه لقينا شحال كتساوي هي هادي، دونك نعوضها ناقص اكسبونسيال دو اكس كوسينوس دو اكس من زيرو لبي زائد تكامل من زيرو لبي الاكسبونسيال دو اكس وكوسينوس دو اكس. إذا هنايا كا تساوي، نعاود نكتبو هاد المسألة ديال الحساب، سينوس دو إكس من صفر لبي ناقص، ناقص ندخل عليهم، دونك ناقص تولي ناقص إكسبونسيال دو إكس كوسينوس إكس من صفر لبي ناقص الإنتيغرال من صفر لبي ديال إكسبونسيال دو إكس كوسينوس دو إكس دو إكس. أش كنلاحظو هنايا؟ تلاحظو أن هادي راه ماهي إلا إلا كا ديالنا، عارفين هادي هي كا، دونك كتولي هنايا نحاول نحسب هادو، نحسب هادو نحيدهم عليا من الطريق، دونك عندي هنايا إلا عوضت سينوس دو بي راه هو زيرو، وعاوتاني ناقص سينوس ديال زيرو راه هو زيرو، دونك هادي هادي راه صفر، دونك بقات ليا هادي ناقص ناقص إكسبونسيال ديال بي كوسينوس ديال بي. الو كوسينوس ديال بي شنو هو؟ نكتبو اكسبونسيال ديال بي كوسينوس ديال بي ناقص، الو مع ناقص تعطينا زائد اكسبونسيال ديال زيرو كوسينوس ديال زيرو. هنايا زد ناقص نعوضو هادي بكا، دونك تساوي ونجيبو هاد الكا لهاد الطرف الاخر تقولي هنايا اثنان كا. إذا اثنان كا تساوي دونك ناقص إكسبونسيال ديال كوسين ديال بي هو ناقص واحد، مع ناقص هي زائد واحد، دونك هنا تبقى عندنا إكسبونسيال ديال بي، هنا كوسينوس ديال زيرو سالب هي واحد، إكسبونسيال ديال صفر هي واحد، دونك زائد واحد. إذا كا شحال كتساوي كا ديالنا هي ناقص اكسبونسيال ديال بي ناقص واحد على اثنان. او كان هذا هو الجزء الاول من الطرف ديال التكامل، شفنا فيه التعريف ديال التكامل، شفنا فيه بعض الخاصيات،
وشفنا فيه مكمل الأجزاء. ألوغ الدرس مازال لتأتيم أخرى في حساب المساحات والحجم استعمال التكامل. ألوغ هذا غنشوفوه في الفيديو القادم إن شاء الله. استودعكم الله.